انت شلون ترفع صوتك قدامي؟ ما بتعرف انا مين وشو ممكن اعمل فيك؟ بعرف بس ما رح تقدر تعمل كثير. المكافآت نسيتها من زمان، الإضافة الله غناني عنه، تعويضات لجان الله يسامحكم فيها، أذونات سفر ما بدي إياها، مهمات خارج قطر مستغني عنها، أما راتبي الأساسي وتعويض العائلة وتعويض التدفئة ما حدا، لا أنت ولا الوزير بيقدر ينقص منهم فرنك واحد. هدول فيهم مرسوم جمهوري من فوق. لا 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 لا، ما حدا رح ينقص لك شيء، بالعكس أنا رح زود لك ياهم، المكافآت والتعويضات وأذونات السفر يلي بدك ياهم. مقابل شو هالكرم؟ لا شغلة بسيطة بس، كل كم يوم بدك تمشي لي معاملة مثل المعاملة. أرجوك أستاذ خليني أرجع لمكتبي، عندي شغل. أستاذ أبو شريف اسمح لي أقول لك برافو عليك، أنت فعلا مثال للموظف الشريف، وأنا بتمنى أنه يكونوا كل الموظفين مثلك. يعني أستاذ مالك زعلان مني لأني رفضت توقع المعاملة؟ أنا فعلا زعلان منك، بس مو لأنك رفضت توقع المعاملة، لا أبدا، أنا زعلان منك لأنك ما رفعت لي تقرير بأسماء الموظفين اللي وقعوها بالمديرية الفرعية. أخي أبو شريف نحن ما بكفي نكون شرفاء، لا نحن كمان لازم نكشف المسيئين ونعاقبهم ونخلص المجتمع منهم. معكم حق سيدي. والموظف الشريف بالمقابل لازم نشجعه ونكافئه. اطلب المكافأة اللي بتريدها وأنا جاهز. ما بدي أستاذ غير تردوا لي اعتباري بالشركة وترجعوني معاون رئيس قسم التدقيق. طيب ليش مو رئيس قسم فد مرة؟ ما بحق لي أستاذ. السبب؟ رئيس القسم لازم يكون معه شهادة جامعية، وأنا معي بكالوريا. بس أنا سمعت يا أخ أبو شريف إنه أنت حافظ كل القوانين والتعاميم والمراسيم المتعلقة بمديريتنا. حافظها كلها أستاذ، مع استثناءاتها وتعديلاتها وتفصيلاتها. طيب شو رأيك عينك مدير عام؟ مدير عام؟ شلون؟ هي شلون بدك تترك لي إياها للمساء؟ بعد الظهر الساعة 5 بتمر لعندي على المكتب وبشرح لك اللي بقصده. حاضر أستاذ. السلام عليكم. مع السلامة. هدول المساء الثلاثة اللي قالي عليهم دكتور جيب لي اياهم معك بعد بكرة. مساء الثلاثة؟ ايه عندي هن؟ بلا عندك. طيب جيب لك اياهم. يا شباب خلصونا هلا، هلا محاضرات جوا، محاضرات هون. يلا طارق مشينا تأخرنا. سيك ماجد حط لي هدول عندك. خفة شرفي لوصلك على البيت. شكرا بدي روح بالسيرفيس. سيرفيس؟ لك خليها تروح بالسيرفيس، هلا بيطلعوا البنات وبيتفرطعوا. طيب ماشي مثل ما بدك، يلا سلام. مع السلامة. يلا اطلعوا شباب. اضربوا للناس. لا 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 دوري. اضربوا ايوه استاذ موجود. طيب ماشي خليك معي الخط. ايوه استاذ مخابره شخصيه لك. طيب اعطيني اياها. الو نعم. اي نعم انا المدير العام. اهلا وسهلا، مين حضرتك؟ اهلا اهلا اخي ابو يعرب، اهلا وسهلا. يا سيدي بنتشرف بس على طول شغل، شو بدنا نساوي؟ ليش اشتكى لك؟ طيب بسيطة، أنا بشوف شو لازمه. لا 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 ما تهكلام، على عيني. بسيطة يا ممدوح. وينه هذا برج الثور؟ برج الحمار؟ علاقة طيبة مع مدير عملك، منين يا حسرة؟ تحسن في أوضاعك المالية، الله شايف لك من سيئ إلى أسوأ. حب جديد وعمر مديد، بتاخده من الجيبة بتحط باليد. حلوة حلوة، إيه ظريفة. تفضل. يا ميت اهلين وسهلين. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا. شكرا يا استاذ ممدوح. شرفت يا بيت. اهلين وسهلين. لا والله ما بتقعد هون. لا معلش لا تحلف هون منيح. معلش ان الله ما تكسر بخاطري ورا المكتب. قلت لك لا تحلف هون وهنيك واحد. تفضل تفضل. شو بتحبوا تشربوا؟ قهوه شاي؟ لا ما بدي سلامتك. شكرا لك. تفضل تعال. ابنك حاضر. استاذ ممدوح انت بتعرف شخص اسمه انور ابراهيم؟ ابو يعرب قصدك؟ شلون ما بعرفه؟ هذا صديقي الروح بالروح، ايده طايله وبيخدم وما بيرفض لي طلب. اذا بدك منه شيء قل لي. هو اللي بده مني مو انا اللي بدي منه. شو بده منك؟ اتصل فيه عم يوصيني فيك. في شيء مضايقك بهالمديرية؟ في حدا مو عاجبك بهالمديرية؟ يعني انت شاكيله؟ لا شو شاكيله، بس من يومين كان عزمنا لعنده على المزرعة انا والمرة والولاد، وقاعدين عم نعمل البربكيو وعم نشوي اللحمة والسمكات. صار حديث عن المديرية واحوالها بعهدكم الميمون، فقلت له كل شيء تمام. بيجوز هو فهم كلامي غلط او حس انه في شيء زعجني. وانا جاي اشوف شو اللي ناقصك واقول لك اياه. بتعرف زعل ابو يعرب صعب. صعب؟ اشوف صعب؟ اذا زعل من واحد وخار خورا بيمسحه من الدنيا. استاذ ممدوح قل لي شو ناقصك؟ قل لي تكرم عينك ليكون ناقصك قرطاسيه مثلا وعم تضطر تشتريها من جيبتك؟ انا هلا بعطيهم تعليمات يأملوا لك تشكيله قرطاسيه مرتبه، اقلام فلوماستر واقلام ناشف واقلام حبر واقلام رصاص الى محايه فوق. تكرم عينك وبرايه الى دولاب اذا بدك، ولو اي خدمه انا جاهز. اوعى يكون الازم عم ينظف لك مكتبك او عم تنادي له ما عم يرد عليك. هلا مستعد اعمل له زفه غسله فيها تغسيل. استاذ احمد انا لا لا ناقصك بريق مي وكاستين على عيني. تكرم هلا بخليهم يأملوا لك ياهم. قل لي استاذ ممدوح اذا ناقصك شيء تاني انا جاهز. زعل ابو يعرب صعب كثير. سلامتك. مرحبا. اهلين ماما. يلا حبيبي فوت غسل ايديك مشان نتغدى كلياتنا سوا. وين كنت هلا؟ هلا خلصت محاضراتي. ممكن اعرف ليش كسبت على شوفير المديريه واخذت السياره؟ انا ما كذبت على حدا. الاوبل كانت عطلانه فاخذت عواض المرسيدس مشان ما اتاخر انا ومها على الجامعه. هي ما عندك سألة مها؟ يا مها يا مها قولي له لابوك. قولي ليش ما خليت شوفير المديريه يوصلكم ويرجع؟ والاوبل مين بده ياخذها يصلحها؟ الاوبل ما فيها شيء. رئيس المراقب اكد لي انه ما فيها شيء. شوفوا لا طارق هي الحركات ما راح تفيدها، عم تفهم؟ بعدين اذا مو عاجبتك الاوبل اتركها لاختك واطلع بالتاكسي. سعرك وسعر رفقاتك هدول بالشام علي ما عندهم سيارات، عم تفهم؟ اذا بتحط اجرك بالمرسيدس تبع المديريه رقبتك بتشمطها. هات مفاتيح وحاجة تهز براسك. يعني كان ضروري تحاكيه من فوتو؟ اتركه ليتغدى وبعدين احكي معه شو ما بدك. هي فات لغرفته بدون ما ياكل. إيه لا تخافي علي خانوم، اصلا ماني بين فيه الاكل. مساء الخير سيدي. اهلا اخي ابو شريف، اهلا وسهلا، تفضل اقعد. حاضر. لا لا مو هني، تفضل اقعد هون. هون؟ ايه هون، ما قلت لك بدي اساويك مدير عام، تفضل لهون. ارجوك استاذ يعني ما في داعي للمزح. لا انا ما بمزح معك. اقعد هون لاشرح لك، تفضل لهون. طيب استاذ انا بقعد هون وانت بتشرح لي. اخي ابو شريف تفضل لهون يعني تفضل لهون. تفضل. استاذ الله يخليك، والله انا ماني مرتاح لهالشغله، خليني ارجع لبيتي. يا اخي ابو شريف عم اقول لك اقعد هون، هي فيها مخالفه للقانون شيء؟ لا ما فيها. اصبح تفضل لهون، تفضل. ما بخبي عنك لا بقلك. شوف اخي ابو شريف
صحيح انا مدير عام وانت موظف عادي، بس الحق لازم ينحكى. انت بتعرف بالقوانين والتعاميم والمراسيم المتعلقه بالمديريه اكثر مني، ولبين انا ما امتلك هي الخبره حابب انت تطلع على كل البريد وتعمل لي دراسه صغيره لكل معامله وتحط لي رايك فيها على شقفه ورقه صغيره وتخرزها مع المعامله. بس في معاملات استاذ لازم نحط فيها رايك الشخصي. شوف اخي ابو شريف، انا كل شيء انت بتقرره رح ساوي، بس هي المعاملات بتحتاج لرايي الشخصي، يا ريت تترك لي اياها، انا باخذها على البيت بدرسها منيح وبحط رايي فيها. شو اتفقنا؟ اتفقنا. طيب هات فرجينا همتك يا سياده المدير العام، تفضل. استاذ في لي عندك طلب. مور ممكن تقرصني؟ شو؟ قرصني؟ بتحكي جد؟ اي معناتها انا ما عم بحلم. حفلات واستقبالات، فمو حلوة بحق جوزك تجي هالشخصيات المهمة لعنا وتلاقي العفش القديم؟ المعنى بقصد يعني لازم نغير قط الصفرة بالصالون. وقط النوم شو نسيتيها؟ إذا بدك تغيرها ما عندي مانع. لا ستي ما رح غير شي، هالفرش عاجبني. هلا بتسمي هالطاولة وهالكم كرسي أوضة صفرة وهالكم كنباية اللي صار من عرسنا صالون؟ بدك العالم يضحكوا عليك يعني؟ أنا ما حدا بيطلع له يحكي علي كلمة واحدة. غلطان يا أحمد، غلطان. الناس ما إلها غير المظاهر. أنا ما بيهمني حكي الناس، المهم كون أنا مرتاح. وأنا ما فكرت برفقاتي وجيراني واللي رح ينتقدوني ويحكوا علي طالع نازل ويساووني مسخرة بلسانهم. يا أميرة يا حبيبتي، بس نخلص من حق البيت، اللي بدك يا مشتري. معك مصاري بالبنك منشتري فيهم. يا عيني يا روحي، هدول إذا بدنا نصرف منهم 3-4 أشهر بيخلصوا، يعني برجع على الحديدة. بدك ياني أشحى؟ لا منشحد ولا شيء، بكرة إلا ما تقبض. شو قصدك؟ بقصد راتبك يعني. ليش تجاوزت الإشارة؟ أي ما بوقفوها سيدي. لازم نوقف حتى لو ما وقفونا. الإشارة حطوها يا ابني مشان تنظم السير، بعدين الحادث ما بيعرف سيارة مدير ولا سيارة وزير. معك حق سيدي. يا سيدي هذا اللي صار.
أعطاك مكافأة معقولة؟ مكافأة كبيرة كتير كتير أكبر ما بتتصور. قديش؟ 300 500 ألف؟ قديش؟ أعطاني مكافأة ما بتتقدر بثمن. يعني ما في قبض؟ معناتها هي ولتها. بتعرف شو قال لي؟ شو؟ يا أبو شريف الله يعطيك العافية بس. شبه بكفي إنه قدرني. ما بتتصور قديش هالمدير كبر من نظري. أنا من أول ما استلم توسمت فيه الخير، بس على الله يضل هيك على طول. طيب وشلون شفت اللي يا ضعيف ولا قاسي؟ عند الحق حق. في أمل يوافق لي على طلب السلفي تبعي؟ وقعها. قصدي أكيد بيكون وقعها. وليش لحتى ما يوقعها؟ بعدين يا أبو معتز شفت لك منام إنه المدير حول طلب السلفة لمكافأة. مكافأة؟ إيه مكافأة. وشو فيها؟ أنت كل اللي طالبه 1500 ليرة. أنت بتستاهل أكتر. شبك أنت موظف نشيط ومجتهد ومتفاني بعملك، بتستاهل أكتر من 1500 ليرة. صلي أكتر من 10 سنين ما شميت ريحتها. إن شاء الله على زمن هالمدير الجديد راح تشمها كتير. أصبح أنا طالع أشوف الطلب السلفي تبعي. لك عود عود، لسه ما حل المدير العام يوقع البريد. شبه ليش مستعجل؟ تصرف مكافأة 1500 ليرة بدل السلفة وتدفع فورا. استاذ طلال. نعم استاذ. تعال عندي خذ البريد. تفضل. تريد شيء ثاني سيدي؟ شكرا. صوتك حلو، كلك على بعضك حلوة. ميرسي مدام. بشو بقدر أخدمك؟ عفوا مدام، على شو عم تدوري؟ عفوا مدام، إذا سمحتي ممكن أعرف من حضرتك؟ أنا مدامة المدير العام. أهلين وسهلين مدام. أهلين وسهلين، المديرية نورت. تفضلي، فرصة سعيدة كتير. تفضلي ارتاحي، تفضلي ارتاحي. وينه؟ مينو هاد؟ المدير العام. ليش مو بمكتبه؟ ما بعرف، أنا ما فتت لمكتبه، قلت لأجي أتعرف عليكي بالأول. أهلين وسهلين مدام، حصل لي شرف معرفتك. دقيقة واحدة لأتأكد إذا كان المدير بمكتبه ولا لا. دقيقة. سيادة المدير العام لو سمحتي. حاضر. سيادة المدير العام، سيادة المدير العام، سيادة المدير العام. يظهر طلع. عفوا مدام، يظهر طلع. ما بتعرفي وين راح؟ للأسف لا. في سكرتيرة ما بتعرف وين بيكون مديرة؟ وعلى أساس أنت المسؤولة عن مواعيده. صحيح، بس المدير العام، عفوا قصدي سيادة المدير العام، ما بيقول لحدا وين رايح. معقولة يكون بالوزارة؟ ما بعتقد. ليش؟ وزيرنا مسافر برات البلد. طيب شكرا. وين مدام؟ ما بتشربي شيء؟ ما حلو المدير بيزعل، قصدي سيادة المدير العام. بيزعل؟ لا معلش، بشربها مرة تانية. عن إذنك. مع السلامة مدام. أحلى فنجان قهوة. شو وين راحي؟ عجيب، ما في حدا، مع إنه غلطة هون. الله يستر، كنا انكشفنا. إيه شو عم تبربر وتقول؟ لا تأذوا، لا تأذوا، لا تأذيكم. إيه مين 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 شو عم تحكي؟
فيه؟ لا لا لا، ما في شيء. انا بيطلع الحكي لحاله هيك، ما بعرف امتى. يعني اميره خانم، بس انت لساتك هون، افتكرتك رحتي. ما قلت لك بدي انتظر احمد ليرجع؟ تفضلي تفضلي، ارتاحي، المكتب مكتبك، تفضلي. ابو صالح. نعم. انت شو مخبي علي؟ انا شو مخبي عليكي؟ شو مخبي؟ ماني مخبي شيء. شو بدي خبي عليكي؟ لكان شو قصدك بكلمه كنا انكشفنا؟ كنا انكشفنا يعني ابو صالح. نعم. ما كنا انكشفنا. احمد مو بالوزاره، انا اتصلت لهونيك وما لقيته. ما لقيتي ما بجوز يكون يعني رجع، طلع يعني نزل، ما بعرف يعني. قالوا لي اليوم ما شافوه بنوب. ما شافوه ابدا، ما شافوه. يعني بيكون لسه، يمكن لسه ما وصل لعندهم. ايه ما وصل. طريق طويل وبتمشي بتمشي 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 لحتى تصل. طويل. انت ليش عم تلف وتدور؟ قل لي احمد وينه؟ احمد راح على الوزاره وهلا بس يجي. حضرتك اسالي على كل شيء بدك اياه. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ابو زائد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو زاهر. أهلين أبو رعد. أهلين أبو زاهر. هالمعاملة محتاجة لتوقيعك الكريم. وهي لمين هي؟ لواحد صاحبي. بس هي بعرف أستاذ، بعرف دبرها بمعرفتك. مو على عيني، مو حلت البركة يا أبو رعد، وهي تكرم عينك. تفضل أخي، هي خالصة وعلى الآخر. الله يسلم هالديات. ودياتك يا حق. يعني ما عاد بدها شيء ثاني. لا 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 ابدا. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. الله معك، مع السلامه. تعال وسخني. يا سلام. شفت بعينك شلون؟ بري عليك. يعني وطي صوتك. بري عليك. ايوه هات المعامله. ايدك بالاول على المصاري. هاي هي 50 هات المعاملة. بالأول في بيناتنا حساب. عنده حساب؟ هي وصلوك 250 وراء على دوس معرة. هسا الشرط يلي خسرته ولا نسيت؟ لا ما نسيت، بس لا تقوي. ما رح قوي لها، بس رح خليها تذكرك إنه بلاي ما بتحسن تشتغل شيء. انت شو اسمك؟ ابو رحل. اسال حي الله موظف يدلك علي. وهي المعامله. الله لا يشبع له. الو
صالح انا الدكتور احمد، اوعى تذكر اسمي. ايه 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 بس انا بحكيك انت لا ترد. اللي مالتي عندك بالمكتب مو هيك؟ ايه 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 ابو صالح بتجيب لي اوعيه، انا عم بستناك بالطابق الاول. ايه عند حصلت التليفون. إيه. لا تاخر. حاضر حاضر. مين ابو صالح؟ مرتي بدها ربطة خبز. نحن عنا عروا اولاد يا مدام، عروا اولاد. لوين اخذهم؟ بدي اخذهم لعند الكوه مشان نظف لهم، هيك قال لي الدكتور. لا اتركهم، انا بغسلهم بالبيت. لا معلش، بعدين بزعم مني الدكتور. ولا يهمك، انا بقول له ما خليتك تاخذهم على المصبره. بس يا مدام لازم اخذهم هلا وبسرعه. وانا ما راح اخليك تاخذهم، جوزي وانا حرفي. بس يعني اتركهم. اخ علينا. شو عم تقول؟ ما في شيء، نروح نجيب الخبزات. المدام ما خلتني اخذهم. لساتها هي بالمكتب؟ لساتها بالمكتب. قلت لها هدول اواعي الدكتور، بدي اخذهم على المصبغه مشان نظف لهم، ما رضيت تعنيني. سالتك عني؟ سالتني، قلت لها عنده اجتماع بالوزاره، اجتماع كبير. بدون اواعي؟ لا، قلت لها انك اشتريت طقم جديد لبسته ورحت، وهلا انا لازم انزل على السوق اشتري لك طقم جديد تلبسه وتدخل فيه. لا جليا هلا، لاني لازم اكون بالمكتب قبل ما يتصرفوا بالمصاري. مين هدول؟ بعدين بحكي لك، سبقني على المكتب. حاضر، خذ هي مشان تتسلى فيها. مرحبا اخي. اهلا وسهلا. معك ليرة؟ ما معي ليرة. يا عيب الشوم عليكم. كيف بطلوها على العادة، بطلوها عطش حاجة هي. عيب، حاجة بكفي. لا تواخذنا، يلا معك. معناتها ما في طريقة غير احكي من شي خط داخلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تجاسي ممكن احكي بالتليفون؟ بس هذا التليفون داخلي. ايه لو داخلي انا بدي احكي مع الاستاذ سليم. تفضل تفضل. يزيد فضلك. هذا رقم المدير العام. ايه وشو فيها؟ حط من ايدك وروح اتصل بمحل ثاني. اسمع لك، طيب معك شي ورقه نقل بها الخمس ورقات؟ خذ هاي ليرتين. اتصل من وين ما بدك بس مو من عندي. ما بدك الخمسة بدالها؟ لا الله يسامحك. سعيد يسألك. ايه. مرتك لساته شعراتها منكوشي. انت مين خبرك؟ ايه ليكو مكتوب على جبينك. شو ما بتتفرج على جبينك قبل ما اطلع من البيت؟ شو هالحكي؟ ايه ما مكتوب شي. الو الو مين؟ ما عم اسمع علي صوتك، ما عم يرتفع؟ حاول ترفع. الو مين؟ اهلين 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 دكتور. اعطيني اياه، اعطيني اياه بدي احكي معه. اعطيني اياه بدي احكي معه. انا اعطيني اياه بدي احكي معه. هي بدها. اعطيني. انت ما بدك هات السماعه. الو وينك انت؟ عم بحكي من مجلس الوزراء. ما بحسن بدي اتاخر شوي، بطلع من هون على البيت فورا. يعني مالك جاي على المديريه؟ ما بعتقد، الاجتماع بجوز ما يخلص لنهاية الدوام. طيب على راحتك. أميرة ما سألتك شو بدك مني؟ ليش جاي على الشركة؟ في شي مهم؟ لا ما في شي، بالبيت بنحكي. مع السلامة. مع السلامة عليكم. السلام. المعامل عنده يا اخي.
مو موجود. ما بعرف لما ترجع. لا 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 ابدا. استاذ طلال. نعم استاذ. ابعث لي ابو صالح وبعد ما تبعته كمان بعث لي خبر لهذا ابو زاهر واللي اسمه ابو رعد يجوا لعندي بسرعه. حاضر استاذ. تعال لك مدام فهمتوا هلا هذا الباب مين فتحه؟ مدام قالت لي افتحه. ما بصير انا بس اللي بقول لك افتحه. حاضر. شو بعدنا؟ خير خير. ما في شيء، قرصتني نحلة. إذا إيه كان خليني ندور لك على سنتوم افرط لك اياها فيها. هلا تعاوني لقلبي سنة. شوفي في جماعة جايبين طقم كنبيات للدكتور أحمد. طقم كنبيات؟ أحمد اشتراهم منشان يعمل لي إياها مفاجأة؟ بجوز. بس كان رافض نشتريهم بإصرار. شو اللي غير رأيه؟ أكيد عملها منشان يغطي على شي تاني. بس كل شي صار معي بالشركة مو داخل لعقلي. أكيد أكيد أحمد مخبي علي شي وبده يراضيني منشانه. ماشي بسيطة يا أحمد بسيطة. ألو سميرة. الحمد لله. شلونك أنتي؟ مبروك العفش الجديد. يي شو عرفك؟ نحن اشترينا لكم يا ما هان علي أختي أميرة تشتهي شغلة وما تشتريها. طيب ليش عذبتي حالك؟ ما كان في لزوم. ولو يا أميرة، نحن أخوات. بعدين نحن ما قدمنا لكم المدير بمناسبة استلام أبو طارق المديرية. الله يقدرني على مكافاتك يا أختي. لسه الأيام جاية وأكيد رح نحتاج أبو طارق بشي شغلة. تكرم عينك ولو نحن بالخدمة. بعرف أختي بعرف. أبو طارق ما بيقصر، ما في مثله. خليني أشوفك. أهلين. مع السلامة وشكرا كثير لك. الله معك. مع السلامة. الأستاذ ممدوح مبسوط منكم كثير وعم يقول لي إنكم موظفين أكفاء نشيطين شرفاء وأنا طلبتكم لحتى أقدم لكم الشكر بنفسي. لا شكر على واجب يا سيادة المدير. إن شاء الله نحن دائما عن حسن ظنكم فينا. شو حسن؟ عند حسن يا ابني. عند حسن زيدي، عند حسن ظنكم فينا. لا. تفضل أستاذ، هدول اللي طلبتوهم. عظيم عظيم. قديش حقهم؟ 1000 ليرة. ايه بسيط. شو هالنسوة هي؟ حاطط المصاري بالجاكيت الثاني. طيب ماشي، قل له اني بعدين بحاسبه. بده حقهم هلا. طيب ادفع له انت وبحاسبك له. انا منني 1000 ليرة والدنيا لسه اخر الشهر. طيب والعمل هلا؟ انا بشوف احسن شيء نرجعهم وبكره بشتري غيره. لا شو رجعهم؟ قلت لك اني انا بحاجتهم ضروري. ما بعرف، دبر حالك. طيب ماشي، انت تيسر انا بدبر حالي. استاذ عفوا، معك شيء 1000 ليرة؟ 1000 ليرة؟ لو سمحت. مو على عينتي. هي شغلة بسيطة سيدي. تسلم. نحن كلنا على حسابكم. تسلم. حلك البركة. يا ريت نقل اياهم جدد بس. جدد؟ امرك سيدي، على راسي. لا تاخذهم سيدي الا جدد وسخنين كمان. سخنين سيدي، تفضل، تفضل سيدي. يسلموا ايديك. الف هرب طب الغرض. تسلم يا رب. مو معقول. مو معقول ابدا. خير شوفي سيدي. شوف. شوفي. نفس الارقام. ارقام شو سيدي هاي؟ هدول ارقام ورقتين من فئه ال 500 ليره ادعى احد المراجعين انه اعطاهم لاحد الموظفين رشوه. انا بالاول ما صدقت. قلت له مستحيل يكون عندي فيه بالمديريه موظف بيرتشي. بقى ما قلت لي شو رايك بالموضوع؟ عملتها بسيطه. بس لا تنسى انه رجلي ورجلك بالفلقه سوا. سيدي
أنا بعترف أنا بغلطتي سيدي، أي نعم بعترف بغلطتي، هذا سيدي الطويل اللي إجا لعب معي وأعطاني الأفيرة سيدي. أنت اللي أعطيته المصاري؟ أبداً سيدي، أنا ما دخلني بنوب، لا شفته ولا أعطيته شيء ولا أخذت منه شيء بنوب، عم تبلاني سيدي. طيب شو رأيك فتشك وطالع من جيبتك 250 ليرة هي أرقامهم؟ شو قلت؟ فتشك؟ ما في داعي أستاذ. وهلا شو بتريدوني اعمل فيكم؟ ببوس ايدك استاذ، سامحني، بوعدك ما عاد عيدها. سيدي انا غلطت سيدي وبكون السماح سيدي. طبعا انا ممكن احولكم للقضاء بتهمه الرشوه، بس ما بحب خربان البيوت. هالمره راح اعطيكم فرصه تكفروا فيها عن غلطتكم. هاي المعامله راح خليها عندي، لكن اذا كررتوها واخذتوا رشوه من حدا ما تلوموا الا نفسكم، فهمتوا؟ التوبة بحياتي ما راح عيدها، التوبة. وانا كمان سيدي التوبة التوبة. خلاص خلاص يلا صرفوا لمكاتبكم. الله يوفقكم سيدي، الله يرفع البلاء عنكم وعن اولادكم. ان شاء الله ما بنحترمك سيدي، يلا طولنا بامرك. خلاص امرك سيدي امرك، روح امرك. ابرعد؟ نعم استاذ. تعال تعال هات ال 250 ليرة على عيني استاذ. ال 50 تبعك هاتوا. تفضل. اوعى تعيدها. حاضر استاذ. يلا الله معك. شكرا سيدي، سلام عليك. سلام. المكتب اتصلوا فيه اللي لازم يروح على مجلس الوزراء، فقلت ما حلو يروح بالطقم القديم. قديم؟ ما صار لي اسبوع شريت لك اياه. بعدين من امتى بتشتري ثيابك لحالك؟ على طول انا اللي بشتري لك اياه هون. هذا اللي صار شو بساوي يعني؟ شو؟ سيحي هيك شو؟ ان شاء الله مفكر اني صدقتك. هات لشوف وين كنت ومع مين؟ كنت بمجلس الوزراء. وشو قصة ثيابك اللي شالحهم بالمكتب؟ لك وطي صوتك، عيب الحكي قدام الاولاد. ليش شالح ثيابك بالمكتب؟ فسر لي، اقنعني، بطل شك. شوفي أميرة، أنا حر، إيه؟ ومالي ملزم اشرح لك كل شيء بيصير معي بالمكتب. بعدين أنا، لك أنا حر، بشلح أنت ما بدي، وبلبس أنت ما بدي، فهمتي؟ بعدين هشر وحبر؟ يعني هلا شلون بدي هشر وحبر هلا؟ هلا اذا رزقت انا مين مسؤول اه؟ شو قصتكم انتم؟ يتخانقوا ما دخلني انا. نهز بدل يلا ما عاطيني لا هشر ولا حبر. اختار يا انا يا هي. مين هي؟ سكرتيرتك الحسناء انشبر ونص. شو دخل السكرتيرة بالموضوع؟ قلبي ما ارتاح لها. ما المهم انت ترتاحي لها، المهم انا ارتاح لها بالشغل. اسمع احمد، انا بعد ما تجوزتك ما خليتك تحط ممرضه بدالي بالعياده مشان ما تلعب عينك عليها. فاذا بتحبني وبدك اياني ضل معها تبعد السكرتيره عنك. عين سكرتير بدالها، شو بتخسر؟ هلا قيميني من قصه السكرتيره والسكرتير وفهميني. منين هذا طقم الكنبايات اللي برا؟ أنا ما فهمتك إنك ما تشتري. أنا ما اشتريت شيء. لك أنا منين؟ إجونا هدية. هدية؟ من مين؟ أختي وجوزها اشتروا لنا ياهن هدية حلوان منصبك الجديد. حلوان منصب جديد؟
ابصر جوز اختك الغالي على شو عم يرسم. تفضل دكتور. تفضل. يسلم هديات يا ابو صالح. صحتين وهنا. ما قلت لي الشغل هون احسن ولا بالعياده؟ انا ما راح جاوبك. سأل صديقك الدكتور وهو بيقول لك. لا زيدي انا بعرف جوابكم انتوا الاثنين. هلا كل هالشيء صار معك هالمده القصيره هي مشكله يا وحيد اني ماشي بطريق وما لي عارفان شو نهايته. والمشكله الاكبر اني لحالي ومثل ما بيقولوا ايد وحده ما بتسفي. بس قلت لي انه في موظفين شرفاء وعم بيساعدوك. مزبوط بس قلال شوي. هلا شو بدنا بيصير؟ قل لي شو اخر اخبارك الفنيه؟ عم بنتظرك. تنتظرني لي؟ ايه مشان شو؟ عم بنتظر منك تفصيل دقيق ليومياتك وكل طرفه مرت معك بدك تحكي لي اياها. وهالشي بشو بفيدك؟ رح اعمل منه مسلسل جديد وسميه يوميات مدير عام. نعم مدام، تعي شيل الفناجين من هون. عندنا صنوبر؟ ايه في امبارح نواف جم. ايه كثير منيح، جاهزيهم مشان نحطهم على وش مقلوبة. على عيني مدام. ايه اختي لوين وصلنا؟ مين صرتي مسجلة؟ خدي ريون انتي. وداد خانم، نهاد خانم، اعتدال خانم، وعد. منو هي وعد؟ هلا ما عدتي تعرفي وعد جارتنا؟ ولشو عزمتي اياها هي؟ بلاها اختي هاي بلاها، اشطبيها، شرشوحه. بس هي جارتنا من 10 سنين وفي بيناتنا خبز وملح. ابقي قولي لصباح الخير ومساء الخير، حكي لك اياها كلمتين على مدخل البنايه. بس تعزميها على هيك حفله؟ لا اختي، ما في داعي بنوب. بعدين هي مو خجله تقعد بين المجتمعات الراقيه، لبسها مبهدل وحديثها بلدي. ما بتفهم بالاتيكيت. بعدين دخلك فايت تطالع على عندك على الفاضي، جوزها موظف كحيان ما من ورا شي. افرضي شي يوم كانت قاعده عندك وزارتك مرت وزير او مرت مدير عام او مرت متعهد كبير، شو رح يكون موقفك قدامها؟ اكيد رح تنخزي. اختي انت لازم تعملي غربله لهدول الناس وما تنقي منهم غير الطبقه الراقيه يلي بتتناسب مع الناس اللي رح يزوروكي. معك حق، شطبيه شرشوحه. ومين هاي سلمى؟ هاي رفيقه من ايام الدراسه. ممرضه؟ يا اميره يا اميره، انت لازم تنسي هدول الناس على الاخر ولا تعطيهم فرصه يفكروكي انك كنتي ممرضه. معك حق، شطبيه. الباقي معقولين بس لازم تعزمي كمان، ما بكفي. مثل مين؟ انا رايي تعزمي سعاد خانم. مين هي سعاد خانم؟ مرت فاروق رفيقه لجوزي، متعهد كبير ومليان، مستواهم كثير رفع. لازم اختي تعزميهم وتتعرفي عليهم يتعرفوا عليكي. ما بتعرفي بالمستقبل بجوز يصير بيناتكم شغل. سجليها. استاذ طلال. نعم استاذ. شرف لعندي شوي. حاضر. نعم استاذ. خذ هدول القرارين مشيهم وبلغهم للاستاذ ابو شريف. حاضر استاذ. بتمر شي غيره؟ وهي البريد كمان خذه ودققه. حاضر استاذ. الله يرزق الجميع وعنا ما يتخلى. الله بيستاهل بيستاهل. قرارين بيوم واحد؟ انا ماني مصدق عيوني. هات قريني هالقرارين لشوف، خليني افرح معك. مكافأة بـ5000 ليرة؟ إيها يا هيك المكافآت يا بلا،
مو مثل مكافأتي 1500 ليرة. على كل حال ألف مبروك يا أبو شريف، أنت بتستاهل. شلون ما تقرأ القرار الثاني؟ هات لشوف. سيدي المهم القرار الأول مكافأة محرزة. بالعكس يا أبو معتز لا تغلط. قرار إعادة اعتباري وترجيع معاون رئيس قسم عندي إياه أهم من 5000 و 10000. ألف مبروك يا أبو شريف، منها للأعلى. الله يخلي لنا إياه ويبعد عنا أولاد الحرام يا رب. معك حق تخاف عليه، هالمدير بتصرفاته هي رح يضر عالم كتير، وعالم مو سهلي ما رح يتركوه بحاله، بكرة بيلاقوا له ألف قصة بيزحلقوه، يا أما بيتغير وبصير مثله مثل غيره. إذا صار هالشي معناته خسارة كبيرة. الله يدفشو عنا ويريحنا منه. قادر يا كريم يا حق، شايف لك هالمدير رح يقطع برزتنا. شبك أبو زاهر؟ ليش عم تطلع فيني هيك؟ عجبني شكلك. الله يجبر بخاطرك، ما سمعت هالكلمة غير منك. أبو زاهر شو بدنا نعمل بالمدير العام؟ ما بعرف. شو رأيك؟ وينك؟ عم يجي ببالي نرفع في شي عقوبة يعني؟ لا لا لا، عقوبة ما بتساوي شي، يعني 1%، 2%، 3% لثلاث أشهر ما بتحل لنا مشكلتنا. ابو رعد عم امزح، شبك وعم بتعصب؟ يعني معقولة انا عاقب المدير العام؟ بقول لك قيم المزح وحط الجدة. هاي شلنا المزح على جنب. يعني بدك تقنعني حضرتك انه انت مالك متواطئ معه؟ ومو انت اللي قايل له على حكاية الألف ليرة؟ انا؟ ايه انت. ليش كان في حدا بيناتنا لما اعطيتني الألف ليرة؟ لا يا ابو زاهر لا، وصلت معك انه تشك فيني؟ نحن من ايمتى بنتعامل مع بعض؟ من زمان. شي مرة فتيت برات صحن معك؟ لا. لك ليش عم تشك فيني؟ إيه لأنه ما في حدا بيعرف موضوع الألف ليرة غيرك. لا يا أبو زاهر، حدا بيقطع رزقته بإيده؟ أنا هذا اللي بجنني، هذا اللي بجنني. عرفته. مين هو؟ ما في غيره. مين هو؟ خلص، شلون ما شكيت فيه من الأول؟ بسيطة، أنا بفرجي. لك فهمني مين هو؟ رايح آخذ تاري وتارك معه. وين رايح؟ اللي رايح صفي حسابي وحسابك معه. لسه في حسابات؟ لسه في حسابات كمان. مرحبا. أهلي. ما عرفني؟ أنا تبع حمص. أهلين سهلين، أهلين بحمص وعاصيها وشنقلشاتها. أخي. أيوه. يسألك سؤال ولو في تقل دم شوي. أيوه تفضل. أنتوا ليش بتعيدوا نهار الأربعاء؟ خلص لي هالمعاملة وبقول لك إن شاء الله المعاملة انتهت. يا سيدي شفنا فيها طبعاً انتهت. شو؟ وين الشنقيشات اللي وصيتك عليهم؟ موجودي؟ طالعهم طالعهم. تطلع لي المعاملة وعلى كيفك. يحضروا يلا يلا. مو على عيني. تفضل أخي. أي معاملة؟ الله يخليك يا رب. الله يسلم هدياك. ودياتها؟ أهلي يلا سلام. لك وين رحل؟ وين الشنقيشات؟ شنقيشات؟ بدك ما تواخذني يوم الأربعاء والحماصنة بيعيدوا يوم الأربعاء خاطرك. معناها أنا عيدت معكم. السلام عليكم يا قمر. يا قمر أنت. ليه؟ شوف لي المعاملة سكرتك. تكرم عينك. منين حضرتك بلا صغرى؟ أنا من الشام. إيه رجعنا بعد جمعة. لا لا ليش هيك عملت؟ ليش ما أخذت وعطيت معي مثل تبع المحافظات الثانية؟ أنت وين ساكن؟ أنا ببرزي. إيه ها؟ أنا ساكن بالمرجي. ما بتوصيني على شيء كم كيلو براسي الشام طيبة ها؟ ومو معقول أنت تسلك كل يوم مشوار من برزي لمرجي مشان كلية ثلاثة براسي، وبياع البراسي جاري الحيط على الحيط. معقولة؟ بس ما بدي عزبك. لا ما في عذاب، بس ليكون ما بتحب البرازي. شلون ما بحبها؟ إيه أنا روح قلبي برازي، خاصة الأولاد، الأولاد عندي بيموتوا على البرازي، وهذا الصغير الصغير بجيب له العلبة هالقد فيها كيلين برازي بحطه ما بيقوم عنها لياكلها كلها. يلا خليه يتغذى احسن ما يطلع سنكوح لابوه. لكان الله يرضى عليك كابتن نجمي، هذا ابني كريم بحب يضيف رفقاته بالمدرسه. معلش كابتن يا استاذ شوي خليه يضيف رفقاته. معلش ايه مو على مخي سيد راسي، راح اجيب لك للولد ولرفقاته ولرفقات رفقاته للحاره كلها كمان. يسلم راسك. هلا ايش كان جبت لك البراسقات سخنين وتاجه الصباح؟ بتكون معاملتي مشيت؟ بتكون مشيت.
ما عرفتني؟ لا ما عرفتها. يعني معناتها الشغل مزبوط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. وينك وينك يا أخونا يا أخونا؟ أنا سألتك وبدي رد أسألك. ما شفت اللي هذا اللي بيعمل هيك؟ شو بدك منه؟ عاوزه بشغلة. شو الشغلة؟ ما بيخصك، هلا عم بسألك شفته ولا لا؟ شفته. وينه؟ راح من هون. من هون؟ شو بده مني؟ يلا يا خبر هلا بمصاري بكره ببلاش. صحيح جيب لي اوعي التنكر تبع امبارح. ليش شو بهم هدول؟ ما مشي حالهم تبع اليوم؟ مشي حالهم بس هدنك صاروا راكور. شو قلت الدكتور؟ راكور يعني لازم البسهم. شلون بدي بعدين افهمك راكور. المهم جيب لي اياهم. حاضر حاضر. الو مرحبا ابو شريف، بيعطيك العافية. بدي اياك تساوي لي معاملة مثل هذيك المعاملة، بس هي بدي اياها دسمة أكثر. أنا ببعث لك أبو صالح يجيبها. يعطيك العافية. تفضل دكتور، هي تبع امبارح. ماشي، أنت روح لعند أبو شريف جيب لي المعاملة، وبعدين لا تنسى بتخلي هذا الباب مقفول على طول بغيابي. حاضر، أنا معك. يا سحر ارجوك ارجوك ما تدخلي بخصوصياتي. ايه على الحكي، انا ماني صغير وانت مالك وصيه علي لحتى تنصحيني. خلي نصايحك لحالك، انا بعرف مصلحتي مليح. ايه مثل ما بدك. اف يا شغله بالمره لك من زمان بقى دخيل الله. لسه لا تروحوا ولا تجوا ولا تسهروا ولا تنحموا، لك ملينا يا ليك طارق. صراحه ما بكفي تصدها هيك، يعني كلمتين احسن من عشرة. فهمها انه انت شلتها من بالك، يعني ثانيا شو طالع لك منها؟ مو طالع لك منها شيء، وكل بنات الكلية أحلى وأحسن منك. يعني بس أنت شاور بصبعتك لحي يلا بنت وبتجي لحالها ركض. لا حبيبي أنت شاب ذو مواصفات قياسية. مرسيدس مرسيدس حبيبي. فهمها بقى، هلأ أنت ستاندرد. يعني بهالمناسبة السعيدة يا شباب أنا معزوم عندكم. أو أنا عازمكم. أنا عازمكم. خلاص أنا بعزمكم. أنا اللي عازمكم بالمناسبة. خلاص حكيتها. شرف شرفوا. السلام عليكم. أهلين أبو الرعوف. أهلين أهلين. كيف ما بينت يا منظوم اليوم؟ كان في عندي معاملة عم بشير. عم تشتغل من ورا ظهري؟ ما اتفقنا نشتغل سوا؟ إيه بس قالوا لي إنك بطلت هالمصلحة. مين قال لك هالحكي؟ هيك حكوا بالمديرية. إيه لا سيدي ما بطلت. رجعت؟ إيه. الحمد لله، مكسب أنت إلنا بهالمصلحة. على كل حال هذيك المعاملة اللي مشيتها مو محرزة، شغلتها 200 ورا. بس اليوم معي معاملة دسمة على كيفك. وين معاملة؟ ليك شوف اياها بتمشي. بتمشي؟ منركب لها رجلين بتمشي. قديش معلومها؟ هي معلومة 10,000 ورا. متفق انا وياك 50-50، 50 تاك تطلع 5,000 ورا. خلي المصاري بجيبتك ليوم حدا يشوفنا. حاكم في ناس عم يراقبوني وينقلوا اخباري للمدير العام. لا لا باخذهم منك بمكان تاني. وين؟ تعال معي لقلها. يلا شرف. وين اخذني؟ لك هون جوا بناخذ راحتنا على التمام، ما حلو ياخذ منك المصاري هون، بركي حدا شافني. طيب طلعت تقبض مني غير بالتوالي؟ جوا استرنا. يلا بس ما لك على شر، كل شيء بدك تدفعه وبدي اشوفه بعيوني. ها ايه ما راح خليك تشوف بعيونك منوب. فشيت كل خلقي فيه. حشك ولبك. شلون يعني ما فهمت؟ حشكته ولبكته. ما عاد يسترجي قرب صوب المديرية بعد اليوم. حدا شافك؟ ما حدا شافني منوب. ما فكرت انت بالانسان هاد؟ شلون ممكن ارد لك اياها؟ لأن واحد مثل هاد ما راح يسكت ابدا. ايده ما تعطيه. انا لا شفته ولا شافني ولا ضربته ولا ضربني. اخي ابو رعد نحن صح. خلينا صحبي الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. ليه بقى تيجي لعندي لهون بمعاملات غير قانونيه؟ ابو زاهر انت لون شو خايف؟
سلخت لك يا قتلي ما عاد يسترجي يجي لهون، منرجع مثل الاول من راسي لراسك. اخي بعد راسك عن راسي وانا راسي بألف خير من الله. انا هالشغله بطلتها ما ببنيها. في عنا مدير عام مو سهل بنوب، كانه بيشم عن ظهر ايده. وسمعت لك عنه كم قصه، ما بتصدق بنوب يا رجل، ما بتصدق. اخي قوم عني، قوم الله يرضى عليك، قوم طارق، قوم هيك بدك. ايه صح، ايه مثل ما بدك. السلام عليكم. مع السلامه. الله لا يوفقك يا برعد، الله يغضب على عيلتك كلها. انو سرك يا طلال؟ ها استاذ طلال. نعم سعد. هذا سرك ما؟ نعم سعد. ابعث لي ابو صالح من عندك. حاضر. الله يكسر ايديك. انو ابو رعد، ابو ضباب، ابو برق، ابو دكتور. شو هاد شو هاد؟ مين عمل فيك هيك؟ بعدين بحكي لك. اعطيني كاسة مي، اعطيني كاسة مي. حاضر حاضر. بسرعة بسرعة بس بكفي. تفضل. وجيب لي ثلج حطه على عيني. على عيني. شو بقى عيناك؟ عم بقول على عيني. اه ايه. اخ اخ اي 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 اخ شو بدي احكي لك؟ لاحكي لك يا اخي ابو صالح. ما بعرف شو بياكل. ايده مثل المخبط يا ساتر، مزربة يا لطيف، بوعة شرارتين فاتوا بعيوني، وطبطبيت وضباب وزباب وطنين. يا ابو صالح طنين بيقدر. طنين هذا ولا التليفون؟ لا هذا التليفون. مين ما رن انا مو هون. ها حاضر حاضر. الله يكسر ايديك. الو نعم، بيقول لك مو هون. نعم نعم. لا هون هون هون. لك ما قلت لك انا مو هون. سيادة الوزير طالبك. ما قلت لك لا تقول انا مو هون. الو، احترامي سيادة الوزير، اهلا وسهلا. ايه مو على عيني. لا لا شو على عيني، على حي الله شيء الا عيني. لا لا بقصد مالي جاهز، يعني يا ريت تأجلوه شوي لانه انا مقرب هيك قريب. شو بدنا نساوي سيدنا؟ هذا القريب بس يجيني بيسقط على عيوني دغري. ايه هيك ايه بيرموا كله، خاصة هي اليمين هي. ايه لا الحمد لله، لا 10 ايام ما بتوفي معي. الله يخلي لي اياك، بدي 12 13. ما عم خربط سيدنا، لا بس هذا القريب حرارتي 40 41. ايه لا يعني أكثر من 10 ايام. ايه إن شاء الله بس ليخف الورم من عيوني، يعني لطيب عيوني خاصة اليمين هي. ايه تروح الوزمة. ايه بس تروح الوزمة على عين. لا لا تواخذنا يا سيدي. مع السلامة سيدنا، مع السلامة. فكرني عم بمزح هذاك. هلا شو بدي ادبر حالي وروح على البيت انا بهالاواعي؟ لك نروح بهالاواعي هدول على البيت. شو روح بهالاواعي؟ تعال هنا احمد شايفك. شو روح بهالاواعي؟ بدك مرتي تبدا سين وجيم وتنفضح اللعبة يا أبو صالح. إذا كان شو بدك تساوي؟ لقيتها. أحسن شيء حط الطعم تبعي بالكيس، أخذه وروح على بيت وحيد، بيت وحيد، ببدل وبروح على البيت. كمان على عين. شمات لقلك شمات. لك ما عم بشمات. أي 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 أنا عم بتخيل هذا المشهد كيف رح يكون بالمسلسل. هلا قيمني من مسلسلك ولقلي طريقة فوت فيها على البيت بدون ما الجيران يلاحظوا حالتي. لا لا ولا يهمك، هي بسيطة كثير. هي مش لاحطها معك أنت، وأنا هلا بجيب لك نظارات بغطوا لك كل هالكدمات. هي ما حدا بيلاحظ شيء. عندك كاسكيت؟ إي لك. لك وين رحت؟ الله لا يوفقك يا برعد. صباح الخير. صباح الخير.
كمان الله لا يوفقك. شو جابك بكي؟ ورجيني لشو؟ شو هذا احمد؟ شو وين عيونك؟ وين الاولاد؟ لسه ما رجعوا من الجامعه. احسن لا ما في شيء شلون ما في شيء؟ شوف عيونك كيف ورماني كأنه حدا ضربك بوكس. بوكس واحد ولي عشرة ولي عشرة يا لا مين بده يستلجي يضربني بوكس ونسيتي مين أنا؟ شيء من هون الله لا يوفقك يا أبو العالي. منين؟ من هون. قولي شو القصة؟ طمني. لا لا ما في شيء بس انت بتعرفي انه انا ضغطي متأرجح يعني مره بينزل ومره بيطلع نزل طلع لا نزل ضغطي طلع المكتب على دج على وشي هي القصه كلها. ان شاء الله سلامتك يا ابو طارق. اي اي سلامتك. امي يا حبيبي عم يجعني وينك؟ عم يجعني كلي انا كلي عم يجعني على مهلك. لا ورجيني ورجيني لشو؟ شو حكي؟ يجعوني يعني يجعوني. اطلب لك الدكتور وسيم شايف حساب؟ لا لا ما في داعي تتعزل. طيب جيب جهاز الضغط وقيس لك ضغطك. لا انا ضغطي هذيك الساعة شو قلت لك نزل ايه طلع هلا ضغطي بشوفتي خلص مشي. طيب طيب قوم لكان شلح ثيابك والبس بيجامتك وتسطح بالتخت وارفع رجلك لبين ما اجيب لك كاس العصير يلا. هلا هدول كلهم انا بدي اساويهم.